برعاية مباركة من قبل الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، أقيمت ورشة خاصة بالإدارة والإبداع والتميز الوظيفي داخل القاعة الخاصة للتدريب والتأهيل التابعة للأمانة العامة للعتبة المطهرة. برعاية كريمة من قبل الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، حيث بادرت إلى عمل ورشة خاصة بالإدارة هو الإبداع الوظيفي والإبداع والتميز الوظيفي، حيث شارك مجموعة من الأساتذة والمدراء العامين التابعين إلى وزارة التربية. أقيمت في قاعة خاصة للتدريب والتأهيل التابعة للأمانة العامة، وقد شارك مجموعة من كذلك شارك مجموعة من الخدم العتبة الكاظمية من مدراء الوحدات والشعب التابعين إلى العتبة. وقد ألقيت هذه المحاضرة من قبل الدكتور علي جواد. كانت هذه المحاضرة تهدف إلى رفع المستوى الإدائي الأداء الخاص بالإدارة ومعرفة الأمور الإدارية الخاصة بالقيادة ومعرفة آلية العمل. وشارك في هذه الورشة مجموعة من الأساتذة والمدراء العامين التابعين إلى وزارة التربية، بالإضافة لخدم الإمامين الجوادين عليهما السلام. تشرفت اليوم بإلقاء ورشة تدريبية إلى عدد من الأخوان في وزارة التربية والعتبة الكاظمية المقدسة، وهذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي للمهارات الإدارية لموظفي وزارات الدولة والمؤسسات بشكل عام. واليوم هذه الورشة كان عنوانها هو الإبداع والتميز الوظيفي، وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة من المهارات اللي يحتاجها الموظفين بشكل عام لتطوير أدائهم والارتقاء بمستوى المؤسسات بشكل عام إلى مستوى التميز والإبداع المؤسسي، لأن احنا بالحقيقة نبحث اليوم عن نموذج مؤسسي يرتقي بالعمل بشكل عام في العراق إلى مستوى مصاف الدول المتقدمة. بداية نتقدم بالشكر الجزيل إلى العتبة الكاظمية المقدسة على استضافتنا في هذه الورشة التطويرية لأداء الموظفين الإداريين والمهارات الإدارية. طبعا احنا كممثلين عن وزارة التربية مدير عام الإعداد والتدريب، يعني استفدنا من هذه الورشة في تطوير الأداء المهاري القيادات الإدارية في وزارة التربية وفي مديريتنا العامة والمعاهد الفنون الجميلة وكذلك المدارس العادة لوزارة التربية. إن الهدف من إقامة هذه الورشات هو رفع المستوى الإداري وأداء الكوادر الإدارية ضمن الأساليب والعلوم الإدارية الحديثة من أجل مواكبة التطور. لبرنامج هنا الكاظمية، علي أركان، الصحافة.